اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر، والنهارده هنتكلم عن الاكتئاب. في البداية لازم نعرف ان اي شخص مننا لو اتعرض لحادث مؤسف او فقدان شخص عزيز عليه او حادثة مثلا، طبيعي انه يشعر بالحزن، ده احساس بشري طبيعي. فلازم نعرف ايه الفرق بينه وبين الاكتئاب، امتى يحتاج يروح للدكتور النفسي. فازاي نعرف اعراض الاكتئاب وازاي نشخصه وازاي نعالجه؟ كل ده هنعرفه في الحلقة. الاكتئاب مرض منتشر وخطير جدا، ممكن يخلي صاحبه ينتحر، ممكن يخليه يؤذي نفسه او يؤذي الناس اللي حواليه، ممكن يسبب تفكيك اسري، ممكن يسبب ادمان المخدرات، وعلى اقل الاحتمالات سوء ممكن يخلي الشخص ده عالة على المجتمع، بدل ما يكون شخص منتج يكون عالة على اهله وعلى المجتمع. المشكلة اللي بتواجه تشخيص مرض الاكتئاب ان مريض الاكتئاب نفسه بيبقى مش عارف ان فيه علاج لهذا المرض. كمان الاكتئاب ممكن يجي بأعراض جسمانية بعيدة عن الجانب النفسي شوية، يعني ممكن مريض الاكتئاب ده يجي يشتكي من صداع، من تعب وإرهاق مستمر، ممكن يجي بآلام في البطن، ممكن يجي بتوتر وعدم تركيز، وتبقى المشكلة الأساسية هي الاكتئاب. كمان نظرة المجتمع للمريض اللي بيروح للدكتور النفسي بيبقى نظرة مش كويسة شوية، فعشان كده الناس بتخجل شوية ان هي تروح لدكتور نفسي. ازاي بيحصل الاكتئاب بالظبط؟ يعني ايه التغيرات اللي بتحصل في مخ الانسان فتخليه يشعر بالاكتئاب ده؟ الحقيقة ان السبب مش مفهوم بالشكل الكامل، لكن في نظريات كده بتتكلم عن ان في هرمونات او مواد كيماوية بتفرز في المخ بيبقى ليها علاقة شوية بالشعور بالاكتئاب وبالسعادة، زي السيروتونين، الدوبامين، النور ابنفرين، وزي الجلوتاميت، وحاجة اسمها البي دي ان اف. فنقص المواد دي بيقولوا ان ممكن يكون ليه علاقة بظهور الاكتئاب. كمان الاكتئاب الموسمي اللي ممكن يظهر في الشتاء، وده بيقولوا ان ممكن لقلة تعرض الجسم لأشعة الشمس ممكن يسبب نقص السيروتونين اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، وعشان كده الاكتئاب ساعات يزيد في الشتاء شوية، او المرضى اللي هم عندهم اكتئاب على طول اعراض الاكتئاب دي بتزيد في الشتاء اكتر. كمان تغيير الهرمونات ممكن يكون سبب في الاكتئاب، عشان كده ده بيفسر شوية الاكتئاب اللي بيحصل عند الستات في مرحلة الولادة او بعد الولادة مباشرة، وكمان اللي بيحصل قبل الدورة الشهرية. كمان في نظرية بتقول ان ممكن يكون في شوية اختلاف او مشاكل في الاوعية الدموية في المخ بالنسبة للناس اللي عندها اكتئاب. ده كان ايه اللي بيحصل جوه المخ عشان يعمل اكتئاب، لكن ايه الاسباب الخارجية اللي تخلي الشخص يدخل في اكتئاب؟ رقم واحد، الجينات ليها دور كبير جدا في الاكتئاب، لان هم لقوا الناس اللي عندها اكتئاب بيبقى قرايبهم من الدرجة الاولى اكتر عرضة للاكتئاب. تاني حاجة، الضغط النفسي والعصبي، زي مثلا فقدان الاب والام خصوصا قبل سن العاشرة، قبل الطفل ما يبقى عنده 10 سنين، التعرض مثلا لحادثة، التعرض لانهاء علاقة، كل الحاجات دي والضغط النفسي ده ممكن يؤدي الى الاكتئاب. كمان الإصابة بالأمراض الخطيرة ممكن طبعا تعمل اكتئاب، زي الناس اللي بتجيلها جلطات مثلا، الناس اللي بتجيلها سكر، الناس اللي بتعمل حادثة فتصاب بالشلل مثلا، الناس اللي عندها سرطانات طبعا ممكن تدخل في اكتئاب. كمان الوحدة، انك تعيش لوحدك بعيد عن الناس، ده برضو ممكن يدخلك في اكتئاب. كمان الأحداث السلبية اللي بيمر بيها الإنسان ممكن تدخله في اكتئاب، زي مثلا الفشل في العمل، الفشل في تكوين صداقات، الفشل في علاقة عاطفية مثلا، كل ده ممكن يدخل شخص في اكتئاب. كمان في بعض الأمراض الخاصة بالمخ ممكن تسبب اكتئاب، زي مثلا الزهايمر، وزي الشلل الرعاش، وزي مالتيبل سكلروزيس. طيب دلوقتي نتكلم بالتفصيل عن أعراض الاكتئاب. بالنسبة للأطفال الموضوع ممكن يكون صعب شوية، لأنه ممكن بس يظهر عليهم في شكل توتر، قلق زيادة، تأخر في الأداء المدرسي بتاعهم، بعد ما كان شاطر بقى متراجع في الأداء المدرسي بتاعه، الانعزال، وإن هو دايما عايز يقعد لوحده، كل دي ممكن تكون أعراض اكتئاب في الأطفال. اما بالنسبة للكبار فاحنا قلنا ان ممكن الاعراض تيجي بعيدة خالص عن اعراض الاكتئاب، تيجي اعراض جسمانية زي الصداع، التعب، الارهاق، ممكن عدم التركيز، شوية توتر، كل دي ممكن تكون اعراض للاكتئاب. وممكن يجي بقى الاكتئاب بالاعراض الكلاسيكية بتاعته المعروفة، اللي هو الشعور دايما بالحزن، الشعور دايما بفقدان الطاقة والكسل، الشعور ان مفيش حد مهتم بيه، فقدان الاهتمام، الشعور بعدم الامل في بكرة، فقدان الحافز، فقدان الإحساس بالمساعدة، هيحس إن الناس دايما مش هتساعده لما يحتاجهم، صعوبة التركيز، التفكير السلبي، التوتر، تقلب المزاج، مرة يبقى منخفض جدا، مزاجه سيء جدا، ومرة يبقى مأفور أو مهايبر زي ما بنقول،
وإحساسه بالتنميل في أجزاء كتيرة من جسمه. طبعا لما شخص يجيلنا بالأعراض دي، أول حاجة لازم نستبعد إنه يكون بيتعاطى مادة مخدرة مثلا، وكمان لازم أستبعد الأمراض التانية زي الشيزوفرينيا وزي الأورجانيك برين سيندروم. إزاي بقى بنشخص الاكتئاب؟ الاكتئاب فيه منه أنواع كتيرة جدا. طبعا إحنا هنتكلم على الميجور ديبريسيف ديس أوردر، ده الأهم دلوقتي. ففي حاجة اسمها DSM-5 كريتيريا، يعني دي حاجة كده بنشخص بيها الاكتئاب اللي هو الميجور ديبريسيف ديس أوردر. ودي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان لو في 5 اعراض من الاعراض اللي هنقولها استمرت لمدة اسبوعين، ده يبقى مريض اكتئاب. ايه هي الاعراض دي بقى اللي بشخص بيها؟ اول حاجة depressed mood، يعني مزاجه سيء. تاني حاجة فقدان الاهتمام، فقدان اهتمامه هو باي حاجة حواليه او فقدان احساسه بالسعادة. تالت حاجة تغيير الوزن بتاعه، يعني وزنه زاد او وزنه قل، او الشهية، شهيته للاكل زادت او قلت. رابع حاجة تغيير نظام النوم بتاعه، يعني بدأ ينام أكتر من اللازم أو بدأ يجيله أرق وما يعرفش ينام الطبيعي بتاعه. خامس حاجة تغيير نمط الحركة بتاعه، يعني بقى عنده إفراط في الحركة، بقى هايبر أكتيف وعمال يتحرك بشكل غريب في الأوضة مثلا، أو الكسل وقلة الحركة. سادس حاجة إحساسه بانعدام القيمة بتاعته. سابع حاجة فقدان التركيز. تامن حاجة يجيله أفكار بالموت دايما والانتحار. تاسع حاجة إحساسه دايما بالذنب. أي 5 من الأعراض دي تستمر لمدة أسبوعين، معنى كده إن الشخص ده عنده اكتئاب، وخصوصا Major Depressive Disorder. في بقى أنواع تانية من الاكتئاب، مثلا Persistent Depression Disorder، ده معناها إن الأعراض دي تستمر تقريبا إلى 2 سنين. في كمان الاكتئاب اللي هو البوستبارتم ديبريشن، ده بيجي في الستات بعد الولادة مباشرة او اثناء الولادة او قبل الولادة بشوية صغيرين، الست يبدأ يجيلها اكتئاب. وفي احصائية بتقول ان 85% من الستات في مرحلة الولادة مزاجهم بيتغير شوية، لكن من 10 ل 15% منهم بس اللي بيجيلهم اكتئاب فعلي، وفي من 1 من 10 ل 2 من 10% ممكن يجيلهم جنون او سايكوزيس. وده طبعا بيفسروه شوية بسبب تغيير الهرمونات اللي احنا اتكلمنا عليه في البداية. كمان في حاجة اسمها البريمينسترال ديسفورج ديس اوردر، ده مش اكتئاب بالشكل المعروف، لكن هو تقلب مزاج بيجي للست قبل الدورة الشهرية، بتبقى حساسة زيادة عن اللزوم، بيبقى يجيلها تعب زيادة عن اللزوم، عايزة تنام كتير، ممكن يجيلها قلق كتير، أرق كتير، وهكذا. وفي طبعا الاكتئاب الموسمي برضو اللي اتكلمنا عليه، اللي هو بيزيد في الشتاء او ممكن يجي اصلا بدايته في الشتاء، وده احنا قلنا طبعا ممكن يكون نتيجة تغيير تعرضه للضوء شوية، ضوء الشمس. وطبعا في انواع تانية للاكتئاب، زي مثلا depression with anxious stress، depression with melancholic features، depression with catatonia، والatypical depression، وانواع تانية كتير لا داعي لذكرها الان. طيب ايه التحاليل اللي مطلوبة لمريض عنده اكتئاب؟ الحقيقة ان تشخيص الاكتئاب زي ما احنا قلنا ده تشخيص اكلينيكي عن طريق الدكتور بمجرد الكشف بس، لكن التحاليل بعملها عشان استبعد ما يكونش سبب تاني جسماني هو اللي مسبب التغيرات دي في الدماغ وهو السبب في التغيرات العصبية في هذا الشخص. فبعمل صورة دم كاملة، بعمل وظائف كلى، بعمل معادن، بعمل نسبة الكحول في الدم، بعمل كمان نسبة السموم في البول وفي الدم، بعمل وظائف الغدة الدرقية، بعمل تحليل فيتامين B12، بعمل تحليل الايدز، بعمل غازات في الدم، بعمل كمان حاجة اسمها ديكساميثازون سبريشن تيست، وبعمل كمان حاجة اسمها ACTH Stimulation Test، كل ده عشان استبعد أي أسباب تانية للاكتئاب. طيب إيه التصوير أو الفحوصات التصويرية، الأشعة يعني، اللي ممكن أحتاجها لمريض الاكتئاب؟ برضو محتاجش أي حاجة، لكن ممكن أحتاج برضو عشان استبعد أي حاجة عضوية في المخ، ممكن أحتاج أعمل أشعة مقطعية على المخ أو أعمل رنين على المخ أو مسح ذري. نتكلم بقى على علاج الاكتئاب. رقم 1 الابتعاد عن الأسباب اللي دخلت الشخص ده في اكتئاب. نحاول نشوف ايه المشكلة اللي حصلت للشخص ده ودخلته في اكتئاب، ونحاول نعالجها على قد ما نقدر ونحتوي هذا الشخص. تاني حاجة الأدوية، زي مثلا Selective Serotonin Reuptake Inhibitors زي السيتالوبرام، كمان زي السيروتينين Norepinephrine Reuptake Inhibitors زي الديلوكسيتين، كمان زي السيروتونين دوبامين اكتيفيتي موديفيتورز زي البريكس بيبرازول، كمان الترايسايكليك انتي ديبريسانتس زي الاميتريبتلين، كمان زي المونامين اوكسيديز انهيبيتورز زي الايزو كاربوكسازايد، كمان حاجة عشبية بيدرسوها دلوقتي اسمها سانت جونز وورد.
بعد الأدوية في حاجة اسمها سايكوثيرابي، اللي هو بقى المريض بينام على الشيزلونج ويبدأ يحكي للدكتور، وطبعا ده مش بالبساطة اللي انت متخيلها، لا ده علم تاني لوحده خالص، طبعا الطبيب النفسي هو أدرى بيه. بعد كده في حاجة اسمها الالكتروكونفالسيف ثيرابي، اللي هي العلاج بالصدمات الكهربائية، وده علاج فعال جدا. كمان في حاجة دلوقتي اسمها البرايت لايت ثيرابي، اللي هو العلاج بالضوء. وأخيرا بالنسبة للغذاء، بيقولوا إن في بعض الحاجات أو التعليمات لو اتبعناها ممكن نقلل شوية من حدوث الاكتئاب، زي مثلا إنك تاكل فاكهة كتير وتاكل خضار كتير، تبعد عن الدهون وتاكل أكل فيه صوديوم قليل عشان يقلل الضغط، كمان تبعد عن الطعام المصنع جزئيا اللي هو المدخن اللي هو المعلب اللي هو فيه مواد حافظة، وتبعد طبعا عن الكحوليات وعن أي أعشاب أو أدوية ما تعرفش أضرارها بالظبط. وفي النهاية أحب أشكركم، اشتركوا في قناتنا واعمل لايك وشير، شكرا لكم.